اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، ولسه مكملين معاكم باقي الفقرات والفقره الحواريه الثانيه وملف مهم جدا جدا خاص بكره السله مع واحد من الشخصيات المحترمه جدا اللي هيكون موجود معانا علشان يتكلم في ملف الكره السله بشكل عام. بيشرفني وبينورني دكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله المصري. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. بتشرف ان انا موجود مع حضرتك. ربنا يخليك شرف ليا. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك. طبعا احنا عارفين ان ملف الكره السله طبعا ملف كبير وملف فيه يعني ملفات عديده هنتكلم فيها، لكن في البدايه عايز اعرف راي حضرتك في دوري المرتبط وراي حضرتك فيه، واحنا خلاص قربنا على النهايه، فراي حضرتك بشكل عام ايه؟ بالنسبه للمستوى الحقيقه يعني مستوى عالي جدا الحمد لله، يمكن ظهر في السيمي فاينل، في ماتشات سيمي فاينل كلها خلصت بعد اكسترا تايم وصراع جامد جدا بين الانديه، وصل في الاخر بوصول النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري للنهائي، والجزيره سبورتنج لعبها الثالث والرابع، فطبعا كان ماتشات قوية جدا جدا، افرزت عن يعني لاعبين جداد، افرزت عن المرتبط اللي الناس ما شفتوش برضه، الولاد الصغيرين الحقيقة اللي احنا بنجهزهم لافريقيا 2019، يعني مجموعة مميزة جدا الحمد لله. يعني عايز اسأل حضرتك، هل يعني شايف نفس الوجوه هي هي في المنافسة، ولا ممكن تكون حضرتك اخدت بالك ان في فرق جديده وجوه جديده ممكن تكون ادت بشكل كويس وممكن يكون ليها المواسم اللي جايه يعني تقدم مستويات جيده وتنافس بقوه على اللقب؟ لا، الوجوه مش هي هي طبعا، يعني يمكن اتحاد اسكندريه كان يعني من اكثر الفرق اللي خدت بطولات على مستوى مصر على تاريخ الباسكتبول، لكن بعد شويه السنين اللي فاتت، السنه دي رجع ينافس تاني، واول بطوله خدها كانت البطوله العربيه اللي احنا برضه بنهنيه بيها، واول بطوله محليه بيلعب نهائي مع النادي الاهلي في عوده كبيره لنادي الاتحاد ولسله نادي الاتحاد. السبورتنج كان بطل معظم البطولات في يمكن الخمس سنين اللي فاتوا، بيلعب السنه دي على ثالث ورابع في اول بطوله محليه. الجزيره رجع تاني، رجع بقوه جدا، كان ما بيلعبش نهائي لكن فرقه مبشره جدا جدا بالخير. يجي سموحه، يجي الجيش، يجي عده انديه كمان بتنافس، يعني ما وصلوش للمربع. الزمالك طبعا تاريخ كبير وكان برضه قاب قوسين او ادنى ان هو يخش المربع. الحقيقه يعني مجموعه من الفرق بتتنافس وكل سنه تختلف عن تاني، ودي يمكن ميزه الباسكت بول والشعبيه بتاعت الباسكت بول بتيجي من هنا. طيب اللاعب الاجنبي، هل حضرتك شايف ان هو ساهم من رفع مستوى الفرق المصريه، او ان هو يعني قرار وجود اجنبي ده شايف حضرتك ان هو قرار ايجابي؟ قرار ايجابي جدا طبعا، انت اصلا بتفتح على دول كتيره. اللاعب الاجنبي من اهم مميزاته ان هو بيبقى لاعب ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ هو جاي محترف فبيطبق الاحتراف بحذافيره، بيتعلم منه اللاعب المصري الاحتراف قبل اللعب، بالاضافه ان هو طبعا قوه في الفريق، بتلعب طبعا بيتمرن معاك وبتلعب عليه على الفرق المنافسه، فطبعا لا مفيد جدا جدا طبعا. واحنا بدانا بواحد الاول كتجربه ثانيه، هندرسه في نهايه الموسم، هل يستمر واحد، هل هيبقى اكتر من واحد، واخد بالك؟ لكن انا من رايي الشخصي ان اللاعب الاجنبي مفيد جدا للرياضه عامه. يعني هل حضرتك شايف ان فعلا ممكن يتم الدراسه، ولو يعني حصل مناقشات وافادت التقارير ان اللاعب الاجنبي مفيد ممكن نفتح عدد الاجانب، وفي نفس الوقت لو حضرتك زودنا عدد الاجانب، طب هل ده ممكن يضر بمصلحه المنتخب الوطني؟ زي ما احنا عارفين ان اللاعب الاجنبي بيشغل مكان لاعب مصري وبيكون لاعب مهم، مفيش نادي بيتعاقد مع لاعب اجنبي وما يكونش ليه دور مهم ومؤثر. لو جينا حته ان هو بياخد مساحه من اللاعب المصري، اقول لك 100%. مفيش حاجه 100% ايجابيه و100% او 100% سلبيه. لكن احنا لما نيجي نقيس بنقيس ايه الايجابيات بتاعته وايه السلبيات بتاعته. ده الدراسه اللي احنا بنعملها، هل ايه المده اللي بياخدها؟ ايه الاحتكاك اللي بيحصل؟ ايه رفع المستوى اللي بيحصل؟ انت خلي بالك انك انت بتاخد 12 لاعب من عن يعني عندك سي 16 فرقه دوري ممتاز في 15 لعيب بعدد لاعبين كبير، انت بتاخد منهم 12،
هل ال 12 دول اتمرنوا صح على اللعيبه الاجانب واللعيبه الاجانب فادتهم مستوى ولا ما فادتهمش مستوى؟ يعني لازم كل ده يتحط في الحساب، مش عمليه ان هو بياخد بس حيز من او وقت من اللاعب المصري. لا، اللاعب المصري بيفرض نفسه، ان كان لاعب اجنبي في الملعب فهو بيمثل 20%، عندك 4 لاعبين في الملعب غير اللي بره، واخد بالك؟ فبالتالي انا رايي الشخصي ان هو الفايده اكبر من الضرر. يعني حضرتك شايف ان هي ليها فوائد ايجابيه وليها يعني تجربه مثمره وادت يعني ظهور البعض الفرق بشكل كويس الموسم الحالي. طبيعي، ولما نيجي ندرس الدول الاوروبيه كلها، لا طبعا اوروبا اللي هي فيها الباسكت طبعا يعني اعلى، كلها فيها اجانب. يعني اسبانيا اللي هو يعني يمكن اقوى دوري في اوروبا، في اوروبا في من 5 ل7 محترفين اعتقد في الفرق، يعني مش مقيدين يعني. فاعتقد ان لاعب او اتنين لا مش مؤثرين تماما، بالعكس يبقى الفائده اكبر. بس هل واحد او اتنين؟ دي دراسه اللي ندرسها بعد نهايه الموسم بعد التجربه بتاعت السنه دي. انا عايز اسالك سؤال بقى شخصي، ده انا فعلا عندي فضول ان انا اعرف. لما نيجي نتكلم بنتكلم بنقارن نفسنا باوروبا وبنتكلم على الدوري في اوروبا، طيب ليه الان بي اي دايما خارج التصنيف حتى باوروبا؟ يعني فعلا انا فضول عايز اعرفه، ازاي هم متفوقين بالشكل الفظيع ده وفي نفس الوقت حتى اوروبا يعني ما بنقارنهمش بالان بي اي، احنا واوروبا مع بعض، لكن الان بي اي على طول خارج المنافسه لوحده. هو الان بي اي خارج الباسكت بول او الاتحاد الدولي للباسكت بول، ده اتحاد لوحده خالص طبعا، وملوش دعوه بالاتحاد الدولي لكره السله خالص نهائي. ده منظومه لوحدها، منظومه غريبه جدا، بيشتغلوها باحترافيه غير عاديه. مش ممكن يا دكتور، مش ممكن. لو حضرت ماتش هناك يعني عارف ايه، حاجه تجنن يعني. مش عمليه انك داخل تتفرج على ماتش طبعا، ده انت بتقضي يوم مع الاسره في كل حاجه بتقدر ممكن تتخيلها يعني. فبيبقى ليها في امريكا موضوع تاني طبعا. باسكت بول في امريكا وضع، والان بي اي بقى نفسه بالمنظومه بتاعته اللي هو عاملها وضع تاني خالص، واستثمارهم غير عادي يعني. اعلى لاعبين، اعلى طبعا داخل اللاعبين في العالم طبعا في كل الالعاب. انا بالظبط حتى كره القدم، كره القدم طبعا. يعني ما نيجي نقصها موضوع تاني خالص. وبقى الاتحاد يمكن دلوقتي الاتحاد الدولي بدا، كان يمكن في بعض الحاجات اللي هي قانون يعني القانون بتاع الباسكت بول يختلف ام بي اي عن طبعا الاتحاد الدولي. اصبح الاتحاد الدولي بيعدل في القانون بتاعه بما يتماشى مع الام بي اي، عشان اللاعب ده لما يلعب هناك ما يختلفش القانون ده عن ده، وهكذا، ويحصل فيه تفاعل ما بين الاتحاد الدولي والان بي اي. يعني هل حضرتك شايف ان الاتحاد الدولي لما يكون شايف حاجه يعني انجح من القوانين او اللعبه اللي هو ماشي في تنظيمها، هل حضرتك شايف ان هو ما فيش اي مشكله ان هو ياخد من حد تاني يكون انجح او ناجح، بحيث ان هو يتماشى الامور مع بعض ما يبقاش فيه اختلاف فيضر مصلحه كره السله؟ الاتحاد الدولي بيعمل شعبيه الباسكت بول طبعا. شعبيه الباسكت بول لو احنا بعدنا عن ام بي اي بتقل. طب لما ندخل ام بي اي ويبقى نفس القانون. يعني سي كان في خطوه كده زياده في الام بي اي، لاعب الام بي اي ما كان بيجي يلعب مع المنتخب بتاعه مثلا سي مصر، اسبانيا، المانيا، واخد بالك؟ الخطوه دي بتفرق جدا في مهاراته وفي حاجته. لما تيجي تعدلها له فما يجي يلعب بيلعب بنفس المستوى، والدنيا بتعلى شويه مع الاتحاد الدولي. طيب نرجع تاني لمصر وللمنتخب وملف كاس العالم واخفاق منتخب مصر للتاهل لكاس العالم بعد الخساره من الكاميرون. شايف حضرتك خروجنا ازاي ممكن ان شاء الله نستعد لكاس العالم المقبل اللي هو ما حصلناش نصيب واحنا وصلنا له، وعايز اعرف تقييم حضرتك للتجربه. هي طبعا تجربه مؤلمه في الاخر ان احنا ما وصلناش، لكن لما نيجي نقيمها تقييم علمي، احنا مش ماتش الكاميرون اللي ما وصلناش. تمام، احنا ما وصلناش، احنا كان عندنا تنظيم احد الويندوز يعني اللي موجوده كانت في مصر في شهر 7، في اول شهر 7 اللي فات. اللي احنا خسرنا فيها ماتشين، خسرنا انجولا وخسرنا الكونغو وكسبنا المغرب. كان المفروض نكسب الماتشين دول، لو كنا كسبناهم على ارضنا كنا ما كناش احتاجنا الماتش المغرب اللي احنا اخفقنا فيه يعني. ده كان سبب الخساره، كان سببها ابعاد كتيره منها عدم الاعداد الجيد للدوره دي، ودي خارج نطاق الاتحاد، كان غصب عني ومش هخش في تفاصيلها، لان احنا كنا عاملين اعداد معين، حصل دروب معين، واخد بال حضرتك؟ الاعداد ما تمش، كان في معسكر خارجي وما تمش لاسباب يعني غير معلنه، انا مش هقدر برضه اتكلم فيها يعني. تمام، فما طلعوش لاولاد المعسكر ده، هو المعسكر ده بتاع الاعداد يرجع منه على البطوله. فده عمل لهم دروب جامد جدا، ده كان سبب خساره الكونغو
وانجولا في مصر. الماتشين دول لو كنا كسبناهم كنا عدينا من غير الماتشين اللي هناك. الحاجه الثانيه لما وصلنا بعديها طلعنا تونس، كسبنا الكاميرون وكسبنا تشاد وخسرنا من تونس في تونس. اصبح الويندو الاخير ان احنا مطلوب نكسب ماتشين فيهم الكاميرون عشان نضمن وصول. كسبنا ماتشين الاولانيين تشاد وتونس، تونس بطله، تونس ما خسرتش من 2016، تونس احنا ما كسبناهاش من 2013 في كوت ديفوار اخر بطوله كسبناها فيها، وقدرنا ان احنا نكسبها وبعد اكسترا تايم وكده الاولاد كان ماتش جامد جدا. كان فاضل الكاميرون ان 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 احنا نكسبها او نخسر منها، لو كسبناها كنا ضمننا التاول او نكسب منها اقل من 3 بونت ونستنى الويندو الاخير للمجموعه الثانيه. الحقيقه كان في بدلك كبير جدا للاولاد، هم الاولاد دول اللي لعبوا تشاد وهم دول اللي لعبوا مظبوط تونس. جه الماتش الثالث الاولاد كان في عدم توفيق غير عادي واخد بالك ليهم، وفي توفيق عالي جدا للكاميرا لدرجه ناس يعني اللي بتتصيد بقى و20 بونت. عشان بوسك في الباسكت ده يعني يحصل في اي ماتش عادي يعني مفيش في مشكله، وده ما بيحصلش الا يعني ما بيبقى فيه يعني بدلك في يوم زي ده. الاولاد انا عايز بس اشيد بيهم الحقيقه لان مجموعه ملتزمه جدا، ويعني مش عايز اقول لك يعني انا بحييهم وبقول لهم انتوا امل مصر لسه اقل متوسط السن برضه عشان الناس تبقى عارفه. عندنا في مصر اول مره يبقى عندنا الاطوال اللي موجوده دي في منتخب مصر، الحمد لله عندنا اطوال، عندنا الحمد لله كل المقومات ان احنا يعني الفتره الجايه ان شاء الله تبقى كويسه جدا. عايز اشكر الجهاز الفني على الفتره اللي قضاها وقال ان او اداها وعمل نتائج يعني مقبوله برضه، مش عشان ما نظلموش يعني في حاجه زي كده. انت عارف ماتش ما بيتحط انك تكسب او تخسر او تخسر او تكسبه ده برضه يعني في يعني جود لك او باد لك تمام. فيعني تحيه للجهاز الفني وللاعبين، وانا قعدت مع اللاعبين يمكن يوم الماتش بالليل بعد الماتش، انا كنت معاهم هناك في انجولا، وقلت لهم الامل فيكم انتوا يعني الفتره اللي جايه يعني انتوا شفتوا المستويات قد ايه وشفتوا ان كنتوا تقدروا تكسبوا اي حد، وانتوا بالنسبه لافريقيا دلوقتي المفروض تبقى نمره واحد. وده مش كلامي الحقيقه، ده كلام كل المهتمين بكره السله في افريقيا والعالم، كل الناس شايفه ان مصر جايه قوي قدام ان شاء الله. حصل لحضرتك السؤال بشكل مختلف، ازاي هيبدا الاعداد او ازاي حضرتك شايف كرئيس اتحاد كره سله ان احنا ممكن نطور ونبص للمستقبل ومنتخب مصر يرجع تاني في مكانته الطبيعيه، يبقى موجود في كاس العالم ويعني ما يبقاش فيه عقبات قدامه، ويبقى هو المنتخب اللي كل الفرق عامله له 1000 مليون حساب. فعايز اعرف من حضرتك ايه الخطه المستقبليه اللي حضرتك باصص ليها او ان شاء الله تحت الدراسه ان هي يتم تفعيلها في كرة السلة علشان بطولات زي كأس العالم وغيره نكون موجودين وبشكل قوي. اولا هو يعني اتجاه اتحاد السلة استخدام خبير اجنبي. ده خلاص رسميا ولا تحت الدراسة يا دكتور؟ لا لسه بندرس لسه تمام. ولسه تمام ممتاز ممتاز لسه بنفكر في نجيب حد. والحقيقة برضه الشكر للاستاذ دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي هو طبعا يعني قعد معانا وقال ان هو هيساهم في مرتب المدرب بشرط ان احنا نجيب خبير يعني يخطط للباسكت بول التخطيط هيبقى شامل حضرتك لكل اللعبه لكل اللعبه منها مسابقاتنا حتى تبقى عامله ازاي، نطلع منها ايه، توقيتاتنا ايه، نوصل ايه، عشان ده يبقى تخطيط يعني علمي كامل متكامل، مش عمليه مسابقه في حته والمنتخب في حته وندور النهارده بكره عندنا ايه. لا احنا عايزين نعمل على اللونج ران الخطه المستقبليه بتاعتنا ان احنا نبقى عارفين احنا رايحين فين. انا بصراحه بحيي حضرتك على النقطه دي علشان مش عيب ان احنا نستقدم او نجيب خبير يكون عنده خبره اكتر مننا ويعني نكون مواكبين للاحداث العالميه ويحط لنا خريطه نمشي عليها، واكيد ده هيفيد في الاخر كره السله في مصر بشكل عام ان شاء الله باذن الله. واعتقد ان يعني احنا بعتنا نشوف بعض السيفيهات اللي هندرسها واني مدرسه اللي هتفيد في مصر. يمكن احنا كان تجربه اسبانيه قبل كده بس
فشلت معانا الحقيقه، كان مع منتخب الشباب ما وصلناش، كان هدفنا نوصل للثمانية ونخش مربع وكده، ما وصلناش الحقيقه للثمانية، لكن بنشوف برضه المدارس ايه اللي هنستعين بيها ان شاء الله باذن الله. طيب اروح مع حضرتك لكابتن عمرو ابو الخير المدير الفني، خلاص يعني استقال وحضرتك قابلته الاستقالة، ودلوقتي التفكير اللي جاي هيبقى عامل ازاي، او الاتجاه ازاي الخاص بمنتخب مصر مكان كابتن عمرو ابو الخير هيكون عامل ازاي الفتره اللي جايه؟ هو يمكن ما عندناش التزام خلال الفتره القريبه دي، او التزام هيبقى ان شاء الله في الصيف القادم، فاحنا دي مخليانا ان احنا ناخد نفسنا شويه في الفتره اللي جايه، ان احنا ندرس نجيب حد صح قوي يعني يخلف كابتن عمرو ابو الخير ويبدا معانا التخطيط من بدري شويه، عشان ما نجيش قبلها على طول يبقى ان احنا بنحط مدرب قدام امر واقع ما عارفش احنا رايحين فين، لا احنا ان شاء الله في خلال فتره قصيره هيكون كل المواضيع دي معلنه ان شاء الله باذن الله لما ننتهي الملف ده. طيب انا عايز اروح مع حضرتك في خطه التطوير، وازاي مصر بشكل عام في كل الرياضات مش بس كره السله، لكن سياده الرئيس هنتكلم على ماده التربيه الرياضيه وان هي يتم اضافتها يعني بشكل اجباري على المدارس، ويكون مجموعها من ضمن المجموع اللي بتحسب بشكل عام في نهايه العام. هل حضرتك شايف ان فعلا لو القرار ده اتطبق رسمي وان كل المدارس بقت تهتم بماده التربيه الرياضيه في كل الالعاب، كره السله، كره القدم، كره اليد، هل حضرتك ده ممكن يساعد كل الاتحادات على تطوير المنظومه وتطوير اللعبه بشكل عام؟ هو انت جيت في حته يعني منتهى الاهميه الحقيقه، وده المفروض يكون حديث الساعة على الرياضة المصرية. لما الرئيس يعلن ان التربية البدنية مادة أساسية وتضاف للمجموع في المدارس والجامعات، ده أكيد مش من فراغ يعني، أولاً كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على دي بالذات، لأن دي إحنا كتربية رياضية بنستناها من زمان. ليه؟ الرياضة أسلوب حياة. صح. لو أنت بدأت علمت العيل الصغير الرياضة، الرياضة مش كرة قدم وسلة، الرياضة موضوع تاني خالص. لا طبعًا. لما بتدخل كل الشعب من أول المدرسة للجامعة لكده في الرياضة، فأنت متخيل إن كل ده بيمارس رياضة، متخيل إن كل الناس بتشوف الكم الرهيب من الطلبة دي كلها بتمارس رياضة، أنت عشان تنتقي تنتقي منين؟ مش واحد طويل من الفصل يجي تلاقيه طويل تقول له تعالى اتسلى، صح، تقييم من خلال ممارسته للرياضه. الناس خدت بقى الابعاد دي، ويمكن يعني كان كلامي برضه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على ازاي نشتغل على الملف ده، لانه ملف هام جدا. اللجنه الاولمبيه الحقيقه في الجمعيه العموميه من يومين، يوم الاثنين اول امبارح كنا في الجمعيه العموميه في اللجنه الاولمبيه، واتكلمنا برضه دي، وعاملين مؤتمر ومدعو فيه وزير الشباب والرياضه والتربيه والتعليم والتعليم العالي كجهات مسؤوله ونقابه المهن الرياضيه، ازاي نفعل الموضوع ده عشان يجيب اثاره. يعني انت محتاج انك انت تشتغله صح قوي. البعض بقى ساب كل ده وقال لك ايه، هي المدارس، هي الطلبه بتروح مدارس، هي الطلبه في ملاعب في المدارس، لا في ملاعب في طبعًا. المدارس في مدارس ما فيهاش ملاعب، هتبقى بينها وبين الشباب والرياضه في مركز الشباب والانديه المجاوره ليها، لكن احنا لو حطينا ايدنا على خدنا وفضلنا نستنى، طب هنبني الفصول الاول ولا هنلعب رياضه الاول ولا واخد بالك، يبقى البيضه ولا الفرخه، لكن ده قرار احنا كاساتذه الجامعه وكتربيه رياضيه لازم نستغله اعلى طبعا احسن استغلال ممكن من الاستغلال، ولازم يفعل بافضل شكل ممكن في المرحله اللي جايه ويتم تطويره. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا ست ايام، اللي هو بيقول للشيء كن فيكون. ده رساله لينا ان احنا نتعلم لما نيجي نعمل حاجه يبقى لازم نبدا ونبدا نعدل فيها لحد ما نوصل لشبه الكمال، لان الكمال لله وحده. كمان يا دكتور عايز اقعد على كلام حضرتك ان الرياضه مش بس يعني هتفيد المنتخبات او هتفيد الرياضه المصريه بشكل عام، هي ايضا مفيده للصحه بشكل خاص. لو هنتكلم على كل شبابنا وعلى كل اولادنا، حضرتك عارف ان الاولاد الصغيره دايما عندهم نشاط، عندهم حيويه، الطاقه اللي عندهم العاليه جدا دي لما تكون في حاجه زي الرياضه، اعتقد ان هي هتعدل حاجات كتيره جدا في سلوكياتهم واخلاقياتهم. ده اكيد. ده بص، الرياضه هي بناء الانسان، هي بتبني الشخصيه كامله متكامله. الحاجه الوحيده اللي بتبني الشخصيه، وانت لاعب طبعا جامد وفاهم يعني ايه الرياضه، وبتبني شخصيتك عامله ازاي، مظبوط يا فندم، مظبوط، بتطلع عندك شخصيه كامله متكامله.
لما اجي ابداها من الولد الصغير واطلع بيها المراحل دي كلها هيطلع انسان سوي. صح. بالاضافه للجانب الصحي اللي حضرتك بتتكلم فيه، في معادله عالميه تقول لك كل جنيه بتصرفه على الرياضه بيوفر لك 4 جنيه الصحه. يعني انت استثمار للصحه، واخد بالك؟ يعني هتخف امراض، هتخف كذا، هتخف سمنه وبدانه اللي الناس بتتريق عليهم وتتكلم وهم مش فاهمين حاجه اصلا، واخد بال حضرتك؟ اللي هي اسباب المرض الناس بتقعد وتتكلم وفي الاخر ما بتعرفش اسباب المرض ايه. حضرتك يعني لو اتكلمنا على امريكا، بلد زي امريكا في الجامعات كتير جدا بيقدموا منح لاولاد في مختلف اللعبات مقابل ان هو يكون موجود في فريق الجامعه الخاص بكره القدم او بكره السله او بالطايره، وفي المقابل ياخد الاربع سنين دراسه ببلاش. فدي رساله صغيره بتبين قد ايه فعلا ان الرياضه مهمه جدا، سواء في المرحله الخاصه بالمدارس، المرحله الخاصه بالجامعات. فانا باكد على كلام حضرتك ان فعلا الرياضه او ماده التربيه الرياضيه دي لما تكون موجوده اكبارا على كل المدارس وان هي تكون في المجموع، الوضع هيختلف تماما. واعتقد ان احنا هنشوف يعني مجتمع افضل صحيا، هنكون افضل فيها حاجات كتير جدا. نفسي نوصل لحته الجامعات اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان الطالب اللي بيضيع وقته بقى ومجهوده في ممارسه الرياضه اللي هي رياضه البطوله والمستويات العاليه وبيمثل مصر لازم يكون له مقابل. المقابل مش مادي بس، المقابل ان هو يخش جامعه زي ما حضرتك بتقول بدون مصاريف، المقابل ان هو يلعب للجامعه دي، المقابل ان هو ينتمي. ده كله بيعمل عمليه انتماء. طبعا عمليه الانتماء دي مفيش حاجه في الدنيا تقدر تعمل انتماء قد الرياضه. صح. هات لي حاجه واحده صح تجمع شعب كله قاعد قدام التلفزيون غير الملعب بيقول مصر، هي الرياضه، ماتش كوره، ماتش باسكت، ماتش هاندبول، واخد بالك؟ محمد صلاح ظاهره، محمد صلاح دلوقتي بيلعب دلوقتي الشوارع بتبقى فاضيه. دي حقيقه، الشوارع بتبقى فاضيه، دي ظاهره لازم ندرسها ولازم نوصل الاسباب اللي يعني الناس ما بتعملش حاجه لما تبقى مبسوطه، يعني وانت بتتفرج عليه مبسوط، واحنا ما بنيجي نعمل رياضه عايزين نبسط الناس ونبسط الجمهور ونبسط كذا. يبقى لازم كل المواضيع دي، يا جماعه بتدرس بكل الطرق اللي تجيب استثمار. يعني مش عمليه بس ان انا يعني الشعب لا، دي استثمار اسمه استثمار رياضي. لان محمد صلاح يمكن المشكله اللي كانت حصلت والحاجات دي كلها ده استثمار احنا لسه ما طبقناهوش. كل حاجه ازاي ابيعها، ازاي اشتريها، ازاي اعملها، ده استثمار رياضي. طب يا دكتور، ممكن زي ما في محمد صلاح في الكوره ممكن يكون عندنا محمد صلاح في الباسكت؟ عندنا كذا محمد صلاح طبعا، كان عندنا نجم من نجوم مدحت ورده طبعا لاعب القرن طبعا، عندنا دلوقتي عده لاعبين. يعني كابتن مدحت ورده والد عمرو ورده، عمرو ورده عشان نوضح بس للساده المشاهدين. يمكن كان في فيديو قريب كان نازل لعمرو ورده وهو بيلعب باسكت وكان عامل ضجه كبيره جدا طبعا في اليونان طبعا. فالمهم عندنا طبعا لعيبه كتير، عندنا يمكن عمر طارق وانس اسامه دول اللي بتكلم على الاطوال بقى اللي عندنا اطوال بالشكل ده، عندنا عاصم مرعي محترف في تركيا، عندنا الجمال في النادي الاهلي، عندنا هيثم في نادي الاتحاد، عندنا يعني في كل نادي هتلاقي لاعب او اتنين سوبر ولسه صغيرين. ده اللي انا بتكلم عليه وده اللي مش قلقني من المستقبل، لان المستقبل جاي وعندنا قطاعات ناشئين وشباب طالعين جامدين جدا، وعندي مجموعه كبيره جدا في امريكا في الجامعات زي ما حضرتك ذكرت في الجامعات الامريكيه بتلعب. لا ده انا عندي درايه بيها وعارف ان في بعض المصريين ولاد وبنات بيكونوا موجودين في امريكا وبيلعبوا مع فرق الجامعات. ده بتسبب التخدين من هنا طبعا طبعا يعني طبعا من المنتخبات المصريه طبعا برضه عشان الناس تبقى عارفه. طبعا عندنا نادر بيلعب في الام بي اي دلوقتي، لاعب مصري بيلعب في الام بي اي بس ده مش طلعش من هنا برضه، هو مصري طلع بدري مع والده وبيلعب دلوقتي في الام بي اي ما شاء الله. يعني اللي بقول ان متوسط السن والاطوال والاجسام اللي هي موجوده دلوقتي في مصر اعتقد ان دي هتخلي مصر ان شاء الله في المقدمه، وان شاء الله باذن الله يعني في فتره قريبه جدا ان شاء الله هيبقى في طفره كبيره جدا في الباسكت. طبعا اللي بينجح اي رياضه هو العنصر البشري، عنصر الجمهور. فانا عايز اعرف من حضرتك الملف الخاص بالجمهور ايه اخر المستجدات؟ اخر المستجدات ان بدايه من الدوري السوبر ان شاء الله باذن الله في اول يناير
ان شاء الله كان تم يوم السبت اللي فات اجتماع مع مندوبي الانديه ومع الجهات الامنيه تمام عشان كيفيه دخول الجماهير. فبدانا ان شاء الله يعني خدنا في الاجتماع قرارات ان احنا ان شاء الله هيبقى 500 مشجع من النادي من اعضاء الجمعيه العموميه، ويبقى ليهم بطاقات ان كان بطاقه عضويه النادي او ايا كان، هنقول كيفيه الدخول ازاي. ده بالنسبه للنادي صاحب الارض، النادي الضيف هيبقى ليه 50 دعوه لاعضاء مجلس الاداره والاسر اللاعبين وكده، ويبقى ليهم مكان مخصص، ممنوع الجماهير تقعد ورا ترابيزه الحكام او ورا الفريق الضيف. كل ده يعني برضو خدناه في الاجتماع، بس لسه ما جالناش يعني كان موجود معانا طبعا يعني الجانب الامني موجود، لكن لم يتم اعتماده الا بعد ان شاء الله ما سياده وزير الداخليه يعني يعتمد الكلام ده ان شاء الله باذن الله ويبعته لنا، هنبدا فيه ان شاء الله من اول دوري السوبر ان شاء الله. طيب بعد تفعيل الجماهير ودخول اعضاء الجامعه العموميه، هل حضرتك شايف ان ممكن خطوات عوده الجمهور بشكل عام تفعل لو الخطه اللي حضرتك حاططها مع طبعا الجهات الامنيه مع المسؤولين مشيت بنجاح، هل ممكن قريب نشوف الجمهور العادي موجود في ملاعب كره السله؟ اتمنى، انا اول واحد موافق 100% لما اضمن سلامه اللاعبين والحكام وما يحصلش يعني اي مشاكل او ما فيش اي حاجه يعني تبوظ اللي احنا بنعمله كله، انا اول واحد موافق، لان انا بعشق الجمهور في المدرجات. طبعا انت عارف حضرتك دايما بقول ايه، اللاعب زي الممثل، واحد بيمثل على مسرح من غير جمهور، من غير جمهور صح عمره ما هيبدع، لكن طول ما في صيحات الجمهور وفي الاغاني وفي اللاعب بيبدع، بيطلع كل ما عنده، وبالتالي مستواه بيعلى جدا. يعني انا مش عايز اقول من اسباب الحاجات المؤثره جدا على الرياضه المصريه مش على الباسكت بول بس، انت لما تقول من 2011 بتلعب من غير جمهور لحد دلوقتي، 2011 ده اللي كان عنده 10 سنين بقى عنده داخل على 20 سنه دلوقتي او 19 سنه، اللي كان عنده 15 سنه ما شافش جمهور في الملعب، مش ما لعبش قدام جمهور، ما شافوش، فما يجي يلعب قدام جماهير مره واحده صح. ودي بتقابلنا في الماتشات الدوليه في كل الرياضات مش بس في السله، بتكلم على الرياضه كلها، بتقابلنا في الماتشات الدوليه بتاثر سلبي جدا على اللاعب طبعا طبعا، بيبقى مخضوض طبعا واخد بالك، واحد ما شافش اصلا جمهور، مش ما لعبش قدام جمهور، فبالتالي مؤثر سلبي جدا. نرجو ان شاء الله باذن الله الامور، وانا شايف الامور الحمد لله يعني في طريقها لكل حاجه كويسه في مصر باذن الله، يبقى الملف ده من اوائل الملفات اللي هتساعد جدا على ارتفاع مستوى الرياضه المصريه. طب هسال حضرتك سؤال ليه شقين، اول شق حضرتك شايف ان يعني في المرحله الاخيره ان بدات ماتشات او دوري السله يذاع بشكل عام على الفضائيات، هل حضرتك شويه عوض او حسس اللعيبه ان في حد مهتم وفي حد بيتفرج، فبقى عندهم حماس وبقى عندهم اصرار عكس ما كان لا في جمهور ولا في ماتشات مذاعه غير الماتشات المهمه، هل ده فرق مع نفسيات اللعيبه؟ جدا، ما هو اللاعب برضه زي ما بنقول ان هو بيبدا عشان الجمهور طبعا، هو عارف هو بيلعب متصور وهيتشاف ومصر كلها شايفاه، فبالتالي بيبدع حتى لو من غير، بيحاول يبدع حتى من غير جمهور. طبعا عندنا ملف البث يعني ده ملف لكل الاتحادات ما عدا كره القدم اللي واخده الحيز الكبير، وانا مش ضدها، بس زي ما في قدم في العاب ثانيه طبعا، عشان انا عارف طبعا حضرتك يعني مهتم بالقدم خالص بالعكس احنا مهتمين بكل الالعاب، ونتمنى ان كل الالعاب ان شاء الله تكون في مسارها الملف ده يعني من ايام مهندس خالد عبد العزيز اتكلمنا فيه، من ايام مع الدكتور اشرف صبحي اتكلمنا فيه، مع اللجنه الاولمبيه اتكلمنا فيه، وقلنا ان شاء الله يتعمل قناه لغير خاصه بالقدم خاصه بالباسكت، واخد بال حضرتك. والمهم يعني ايه، يعني لما تيجي تقول ان انا بيلعب اهلي وزمالك لسه قريب، اهلي وزمالك بيلعبوا مين هيوصل المربع تمام واخد بالك، و انا برضو مع المسابقات في الاتحاد بنشوف اكبر نسبه من الفراغات اللي ما فيهاش قدم وبحط فيها الحاجات المهمه تمام، ومفيش قدم يوميها، والتلفزيون بيصور مش مذاع لايف، مذاع اولمبياد 2008 ولا واخد بال حضرتك، فانت متخيل اولمبياد 2008 بتذاع دلوقتي وفي ماتش اهلي وزمالك بيتلعب باسكت وما بيذاعش، بيذاع الساعه
طب ليه يا دكتور ما يكونش في تنسيق حضرتك رئيس اتحاد كرة السلة وحضرتك ليك كلمة وحضرتك تقدر ان انت حضرتك تتواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة، ان حضرتك المباريات المهمة على الاقل الماتشات المهمة تكون مذاعة على تلفزيون البلد علشان يتم متابعتها بشكل جيد. فيعني مش عارف الموضوع ممكن يكون يعني التلفزيون بيصور، ايه المشكلة الماتش يتذاع؟ لا مش عارف، دي 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 اللي حزنتني يومين. وخبر حضرتك انا عملت ايه؟ انا قلبت بقى الموضوع ده ما عادش بعتمد عليه، انا عملت قناه على اليوتيوب عندي على موقع الاتحاد، بذيع كل الماتشات لايف على اليوتيوب وبعمل لها استوديو تحليلي وبعمل لها كل حاجه. جت احدى القنوات في السيمي فاينال الدوري المرتبط طلبت انها تذيع وعملت استوديو تحليلي، عملت انتشار كبير جدا الحقيقه ونقلت الماتشات لايف. الماتشات الاثنين والثلاث النهائيات ان شاء الله باذن الله ودي هتبقى في اسماعيليه برضه ان شاء الله هنقولها لايف واستوديو تحليلي وبس، مش هقول طبعا قناه ايه، ما ينفعش اقول قناه ايه هنا، لكن يعني انا بسعى جدا لنشر اللعبه، نشر اللعبه دي لازم الناس تشوفها. صح. فانا عملت قناه اليوتيوب، مش عايز اقول لك مع اول بدايات ظهور القناه وصلنا لاكثر من 30,000 مشاهد في الماتش، ودي حاجه برضه رقم لا طبعا كبير رقم جدا رقم في الاول. كويس جدا طبعا. واخد بال حضرتك، ولسه الناس ما كانتش تعرف القناه اللي جاي التلفزيون مش هذيع، انا هذيع عندي على القناه، والقناه دي برضه هتبقى داخل التلفزيون، يعني انا عامل لها دراسه جوده كويسه جدا، ان شاء الله تبقى داخل الاتحاد من خلال قناه اليوتيوب، يا اما هبيع الحاجه لاحدى الشركات الراعيه. طيب الشق الثاني من السؤال ليه علاقه بالجمهور، هل حضرتك شايف ان بطوله امم افريقيا اللي جايه لكره القدم لو ان شاء الله مصر نظمتها وكان موجود او طبيعي يكون موجود جمهور، هل حضرتك شايف ان ممكن بعد إقامة البطولة ووجود جماهير وتنظيمها بشكل جيد، وأنا أعتقد أن مصر قادرة على التنظيم الجيد، هل ممكن بقى أن ده يسهل المأمورية شوية على باقي الاتحادات في الألعاب المختلفة من ناحية الجمهور وحضور الجمهور؟ هو يمكن الخوف من الجمهور مش جمهور مصر، يعني أنت مصر بتلاعب أي فرقة على أنا طبعا أنا بتكلم على الجمهورين، يمكن احنا برضو في اجتماع الأمني ده اتكلمنا على جمهورين وعدد من ده وعدد من ده، كان الاتفاق لا خلينا الاول في جمهور النادي الاول لوحده عشان ما يحصلش احتكاك ما بين الجمهور ده والجمهور ده في الفتره الاولانيه، والصالات يعني مقفوله وصغيره ممكن يحصل مشكله. فالجمهور انا ما اعتقدش ان في اي خوف من الجمهور المصري، بدليل ان يعني السيد الاهلي بيلعب افريقيا جمهور الاهلي بيملى، الزمالك بيلعب افريقيا جمهور الزمالك طبعا ده جمهور مصر بقى، والناس مشتاقه جدا، احنا عندنا يعني خبرات ايجابيه جدا من مباراة مصر في أفريقيا 2006 خبرات عالية جدا، منظر بديع، كان سيمفونية بتتعزف في الاستاد، يعني لحد دلوقتي مصورها بتيجي الواحد وقاعد بيبقى يعني مبسوط جدا. فدي إن شاء الله بإذن الله مصر تنظم البطولة الأفريقية الجاية دي وجماهير مصر تظهر الحدث بقيمته إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يكون ده برضو من يساعد على سرعة عودة الجماهير الطبيعية بقى للملاعب كلها. عشان الوقت أكيد بيجري بقى، عايز أخد حضرتك لملف مهم جدا وهو ملف الأزمات اللي موجودة في اتحاد كرة السلة من وجهة نظر حضرتك، وشايف إن هو إزاي الأزمات دي بتعيق المجلس أو اتحاد كرة السلة من تحقيق الطموحات المطلوبة منه. هو احنا لو اتكلمنا عن الأزمات هنتكلم عن الأزمة المالية. تمام. يعني الحقيقه احنا يعني الوزاره بتساعد بجزء، احنا بنعمل اشتراكات بجزء، اعداد المنتخبات بيخصوا كتير جدا، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لو عملنا مقارنه ما بين مصاريف على المنتخبات قبل تعويم الدولار الجنيه وبعد تعويم الجنيه وتحرير صرف السعر يعني المقارنة أكتر من 50%. لما أقول لحضرتك إن أنا تذاكر الطيران بس لأي معسكر خارجي بتخش من 400 ل 500,000 جنيه، غير إن أنا كنت مثلا سي الإقامة بالدولار أو باليورو فده اتضاعف مرتين ونص. لما أجي أقول الإقامة في مصر الفنادق كلها اتضاعفت، الملاعب كلها اتضاعفت، الأدوات كلها، انا يعني عايز اقول لحضرتك الكوره دلوقتي ب 2000 وي، كوره الباسكت بول ب 2000 جنيه وي، الكوره الصح بتاعت المنتخبات، سوري الكوتش بتاع اللاعب ب 4 و 5000 جنيه، واخد بال حضرتك؟ طبعا. ف
الادوات، الملابس، الملاعب، الفنادق، الطيران، المعسكرات الخارجيه. كل ده فلوس كتير جدا. يعني وانا برضو مش هقدر اقول ان الدوله تشيل كل ده. انا بسعى مع الدوله والدوله بتسعى معايا ان احنا نقدر نعمل احسن حاجه في الفتره دي. ملف الاستثمار يمكن احنا هو ده شغلنا الشاغل الفتره اللي جايه دي، او بدانا فيه فعلا من القناه اللي بقول لحضرتك عليها دي، عشان نبدا نجيب اعلانات ونبدا الصالات ما تبقاش فاضيه في الاعلانات، والتلفزيون نفسه يعني يبدا يتحرك ونبدا يبقى فيه اعلانات ونبدا فيه استثمار للمسابقات المحليه. دي كلها هتبقى فيه عائد كبير جدا ان شاء الله نقدر نعوضه مع المنتخبات، مع اعلانات على الفانيلا بتاعت اللاعبين، مع اعلانات على فانيلا الحكم، مع 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 كل دي بنود حاطينها في الاستثمار بتاعنا ان شاء الله عشان نقدر يعني نفك الازمه الماليه اللي موجوده. طيب انا هاخد حضرتك في الازمه الماليه لكذا الشق. عايز ابدا مع حضرتك، هل يوجد اي مديونيات على اتحاد كره السله في الفتره الحاليه، وكم يبلغ يعني رقم المديونيه اللي موجوده؟ وعايز اعرف برضو من حضرتك، هل اتحاد كره السله بيعتمد فقط او هيفضل معتمد بشكل كبير على دعم وزاره الرياضه، ولا حضرتك الخطه اللي حضرتك حاططها من اعلانات وتطوير وبث فضائي ممكن يبدا ان هو يسد المديون اي مديونيه موجوده، في نفس الوقت يطور من اللعبه ويكون سبب في بناء معسكرات جيده واعداد جيد للمنتخبات؟ كل الكلام ده كله راي حضرتك فيه ايه؟ انا رايي ان الدوله تساهم في اعداد المنتخبات، والاتحاد يساهم في مسابقاته والنشاط المحلي. لو الدوله شالت او الوزاره مثلا شالت المنتخبات بمعسكراتها ببطولاتها بكده، ده هيشيل حمل كبير جدا عليا. المسابقات المحليه والملاعب والادوات والمعسكرات الداخليه حتى للمنتخبات انا قادر ان انا اغطيها. لا انا الحمد لله برضه ما عنديش مديونيه، المديونيه يمكن لمسطران لاستاد القاهره للمنتخبات بس او كده، وده كان في قعده مع الوزير قبل كده وشال جزء كبير جدا منهم، واحنا بنسدد فيهم ما عنديش يعني مشكله فيهم جدا. يعني عايز اقول ان انا ما عنديش المديونيه اللي تخض او مثلا ضرايبي بدفعها شهري، تمام، مفيش جنيه اخر لاي حاجه من جميع انواع الضرايب الموجوده بال 14% المضافه دي اللي احنا نتمنى ان اعاده نظر فيها بالنسبه للاتحادات الرياضيه، لان احنا مفيش قيمه مضافه عندنا، احنا ما بنبيعش حاجه صح. يعني في البيع والشراء، لكن في المرتبات في الشغل بتاع الاتحادات ده موضوع تاني خالص. لازم اعفاءات عفوا لازم اعفاءات جمركيه للادوات والاجهزه اللي احنا بنجيبها دي، تبقى لازم دي موجوده. يعني طبيعي جدا انا بجيب كور باسكت، بستورد كور، بستورد لبس المنتخبات، المفروض الحاجات دي كلها دي بتعفى من الضرايب، لان دي جايه لمصر، هي مش جايه ضد مصر. ولو موجود الخامه دي في مصر، لا مش موجوده. طب يبقى ده مش موجوده في مصر وانا اجيب زيها بره؟ لا، دي حاجات ماركات عالميه لازم العب بيها، ولازم العب بيها لان دي كره الاتحاد الدولي اللي موجود، فما اجي اشتريها ادفع عليها ضرائب او جمارك او كده. اعتقد ان دي طبعا لازم تتشاف. يعني طيب هل موجود في اتحاد كره السله يعني شخص مسؤول عن التسويق باللعبه، وان هو ازاي يسوق ليها بشكل كويس؟ ونتكلم على رعاه، بنتكلم على اعلانات على التيشيرتات الخاصه بالمنتخبات، ايضا بتكلم على بقى حضرتك ايه الاكويبمنتس او اللبس والكور. هل ما كانش في كلام او ما حدش يقدر ان هو يتوصل لاتفاق ان ده يكون راعي للمنتخب، بدل ما حضرتك تشتري تبقى في نفس الوقت هي موجوده بدون مقابل للمنتخب زي ما بنشوف في كره القدم على سبيل المثال؟ ولا مجال التسويق، عارف ان حضرتك طبعا سؤال يعني انا عايز اعرف حضرتك طبعا ونوضح للساده المشاهدين عشان نكون اتكلمنا في كل الملفات يعني بدون اي مشاكل. هو كره القدم الناس بتروح تروح لحد الاتحاد وتدفع لوحدها، تمام، واخد بالك؟ احنا بقى بنروح للناس بس ايه ما بتدفعش. لا، في عندنا طبعا الاستاذ محمد فتحي هو رئيس لجنه التسويق، تمام، ويمكن لما حصل ان احنا يعني بدانا بقى ملف البث زي ما بقول لك مع ملف التسويق، عملنا لجنه فيها
المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الاداره، في المهندس حسين البشبيشي ده برضه من اللي عنده افكار كبيره جدا في موضوع البث وجاب شركات وسام كبير جدا، الاستاذ عمرو مصلحي برضه في لجنه الاستثمار او التسويق بتاعت الاتحاد. يعني اعتقد ان اللجنه دي بما فيها من رجال اعمال، يعني كلهم رجال اعمال الحقيقه، يعني وده ملف يمكن الناس بتفتكر ان رجال اعمال يعني هتدفع فلوس، لا، رجال اعمال بيبقى ليها فكر استثماري كويس جدا. فبالتالي ان شاء الله باذن الله انا حاسس ان اللجنه دي مع تشكيلها ده باذن الله هتعمل طفره كبيره جدا للاتحاد في النواحي الماليه باذن الله. ما انا كنت عايز اخد حضرتك لجزئيه رجال الاعمال، دايما الناس بتتكلم وبتقول مش بس في كره السله، ان رجل اعمال موجود في الاتحاد فهو شخص موجود وبيساهم بفلوس او يعني يكون في بعض الموارد اللي بيقدمها، لكن المفهوم اعتقد ان هو خاطئ. رجل اعمال موجود في الاتحاد او موجود في مجلس اداره علشان خبرات، علشان خاطر ممكن علاقات بيساعد بيها الاتحاد في تطوير المنتج الخاص بيه، مظبوط كده يا فندم؟ اه مظبوط طبعا. يعني ما فيش حد بيدفع، ما شفتهاش في اي حته بما فيها، مش عايز اقول اسماء عشان لكن هات اي رئيس نادي مسك، هات اي رئيس اتحاد مسك، هات اي عضو مجلس اداره مسك، ما بيدفعش من جيبه. لكن انا بستفيد من خبرات كل واحد، ان كان اكاديمي، ان كان رجل اعمال، ان كان مهندس، ان كان كذا، بيساهم، بتبقى المنظومه الكامله دي بتساهم في نجاح المنظومه كلها. واخد بالك؟ يبقى عندك حد تسويق، وعندك حد فني، وعندك حد كذا، وعندك حد كذا. اعتقد ان ده، وده الحمد لله متوفر عندي في الاتحاد، يعني الحمد لله مجموعه مميزه جدا، اعضاء مجلس الاداره كلهم يمكن قلت اربعه، في المستشار علاء زهران واخد ملف القضائي، في الكابتن حبيب الغنام واخد ملف كره السله النسائيه وثلاثه على ثلاثه وميني باسكت، في استاذ ايهاب محسن برضه راجل اعمال وكان عضو قبل كده وكان رئيس منطقه وليه خبرات اداريه كبيره جدا، المهندس خالد القوسي من الشخصيات الجميلة وصعب فكر كويس جدا في المسابقات وفي عدة حاجات، وبرضه هو مهندس وبيساهم كبير جدا، يمكن ساهموا كمان يعني في مجموعة مهندسين ساهموا مثلا سي احنا بنبني صالة الاتحاد السلة في 6 اكتوبر هنا، تمام واخد بالك، تبقى صالة خاصة وساهموا كبير جدا في انشاء الصالة دي، وفي كان في مشكلة بين مقاول واستشاري وحاجات زي كده انا ما بفهمش فيها، خدوها لمجموعه مهندسين واشتغلوا فيها، صح، واخد بال حضرتك؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان الشكل بتاع او يعني مجلس اداره واختلاف تخصصاتهم وكلهم مش باسكت بول بس، لا انت بتشتغل اداره في كل حاجه، بالاضافه ان كل دول خبرات باسكت بول، صح، فبالتالي كل ده بيساهم في نجاح المنظومه. طيب علشان السيدات ما يزعلوش مننا، عايز اعرف من حضرتك راي حضرتك في كره السله السيدات الفتره الحاليه، طبعا تطور كبير جدا وانتشار بسم الله ما شاء الله، في يعني بتكلم على مستوى المنتخبات على مستوى الانديه، فعايز اعرف تعليق حضرتك علشان ما يزعلوش مننا، يقول احنا بنتكلم على الرجال فقط، لا، رجال وسيدات في لعب كره السله هم جزئين مهمين جدا وهم لا يتجزؤوا من لعب كره السله. زي ما اتكلمت على الرجال هقول لك السيدات نفس الوضع. تطور كبير جدا، كره السله النسائيه طفره غير مسبوقه لكره السله النسائيه، ده انا شايفه، يعني انا حضرتك حاسه وشايفه تطور بسم الله ما شاء الله، مش حضرتك اللي شايف كده، الاتحاد الدولي كمان اللي شايف. طيب الحمد لله، احنا يمكن واخدين الشهاده البرونزيه، يعني الثالث احسن اتحاد في العالم في تطوير كره السله النسائيه، ده في شهر 5 اللي قبل اللي فات، يعني خلف 5 2017 كان في كونجرس دولي في الصين، والحمد لله مصر خدت احسن ثالث اتحاد في العالم في تطوير كره السله النسائيه. يمكن كنا بعيد قوي عن يعني يقول لك يعني بعض الناس يقول لك ايه هو احنا فين في السله النسائيه وخدوا ايه؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ صح، واخد بالك؟ عمرنا ما وصلنا كاس عالم، لا وصلنا كاس عالم او اتنين كاس عالم. مستوى بالنسبه لافريقيا كنا بعيد خالص، بنطلع من التصفيات، لا دخلنا وبدانا دخلنا الثمانيه ونخش المربع. وزي ما قلت لك الدنيا اتخلت في 6 ايام، هي دي اللي بيفكر صح او اللي شايف الدنيا صح، يبقى في تطوير مستمر لكره السله. طب قطاعات الناشئين والناشئات في كره السله عامله ازاي؟
يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني يمكن كنت حاولت مع الوزاره زمان، الحمد لله دلوقتي يعني فضل الله في دلوقتي مركز موهوبين وبدانا نشتغل. حاولت من اول ما جيت مع الوزاره ان انا اعمل مركز موهوبين او عمالقه او كده على مستوى مصر، وقدمت مشروع كان جامد جدا واعلن عنه وبتاع واتحط في الدرج ما طلعش. المشروع ده واخد بال حضرتك لو كان بدا من ايام ما قدمته كنا شفناه نتائج غير عاديه دلوقتي. لما احنا كاتحاد زي ما بقول لك احنا بنفكر ازاي نشتغل على الحاجه اللي موجوده عندك. لما جه الدنيا بعد ما قدمنا المشروع ده واعلن عنه ووقف الوزاره كان لازم نشتغل. عملنا حاجه خلينا المدرب نفسه ينزل يجيب لنا، احنا لقينا عندنا واحنا في اسبانيا في كاس العالم 2014 اقل متوسط طول. في شكل الفرقة كان يعني كان صعب جدا، دلوقتي لو احنا هنضيع اي فرقة الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. عملنا حاجة بسيطة جدا مع الأندية إن النادي بيسجل تحت 14 سنة 20 لاعب. تمام. لا هيسجل حد أقصى 16 وفي أربعة فوق 183 سنتي وفوق 178 سنتي للبنات. 83 للولاد و 78 للبنات. ده بنظرية التنبؤ العلمية إن ده اللي يوصل من فوق 2 متر 5 10 15 لما يوصل فوق 20 سنة. ده عملت معانا طفرة كبيرة جدا في الأطوال، خلت المدربين ينزلوا يدوروا على اللاعبين الأطوال، لأن أنا عملت لهم كمان يعني زي حوافز للاعب ده. الشوطة سي 3 بونت تبقى بأربعة، اللي ياخد رمي حرة لا اتنين، اللي ياخد اتنين تبقى تلاتة، الدنك بتلاتة. واخد بالك بشرط ان انا اخلي المدرب يشتغل مع الواد مش يجيب عيل طويل ويوقفه وخلاص. والبنالتي بتاعته ان هو اللي ما جابش هيتشاط عليه، كل واحد ما جابوش يتشاط عليه اربع شوط قبل بدايه الماتش. فبالتالي المدربين بدات في حراك، يعني دي من احد الافكار اللي كانت من اللجنه الفنيه الحقيقه عندنا في الاتحاد وطورت وساعدت كبير جدا، غطت لي جزء كبير جدا من ان مركز التدريب اللي انا كنت عاملها لا اصبح عندي. دي عمليه طفره كبيره جدا في الطول اللي هو اهم حاجه او اهم عامل في عوامل نجاح كره السله. اكيد يا دكتور، يعني مش الاتحاد لوحده اللي هيكون عليه دور، لازم يكون في دور من الانديه. فعايز اعرف ايه اللي دكتور مجدي ممكن يتكلم ويقول ويوجه رساله ويطلب من الانديه ان هم يساعدوه في بعض النقاط او الجزئيات علشان يساعدوا اتحاد كره السله من تطوير اللعبه، سواء في المرتبط او الفرق الاولى او رجال او سيدات بشكل عام. لا انا هاخد السؤال بتاعتك الجميل، هتكلم في حته ثانيه خالص. الانديه برجاء مع اولياء الامور ما يتدخلوش في الولاد. احنا ده جزء هام جدا ومش باسكت ولا ده رياضه بقى كلها. ده كلها طبعا. ده كلها. ودي برضو ناحيه علميه تامه 100% وظاهره يعني ارجو كله يدرسها. عمليه الاحتراق. الام دلوقتي او الاب قاعد فوق ابنه بياخده من التمرين ده يوديه التمرين ده ومن اللعبه دي يوديه اللعبه دي ويطلع منها على البرايفت والولد مستواه بيعلى وهيعلى بقول لهم هيعلى اهو بس هيحصل له احتراق مش هيبقى لعيب. ونقيسها مع كل اللعيبه اللي ظهرت طفره وهم صغيرين وانطفوا وهم كبار لما بيعدوا سن 16 سنه 17 سنه ده بيبقى جاله احتراق. الاحتراق ده من التدريب الخاطئ في الصغيرين. الصغيرين عباره لازم يلعب. حتى الاتحاد الدولي يقول لك يعني لازم الولد ينبسط وهو بيلعب، لازم يفرح وهو بيلعب. الضغط اللي على الاولاد والبريشر والمنافسات العاليه في السن الصغير بتسبب احتراق للاعبين. فيا انديه ويا اولياء امور، السن ده لو حافظنا عليه طلع بس عنده لياقه بدنيه ومهاره بس مش تكتك وشغله وعصبيه غير عاديه في قطاعات الناشئين، بعد 14 سنه اعمل فيه اللي انت عايزه، هيبقى اكتمل الجهاز العصبي بتاعه. دكتور شرفتني ونورتني واستمتعت ان انا كنت موجود مع حضرتك. جدا معاك والله. ربنا يخلي حضرتك ودايما بالتوفيق وان شاء الله يعني نكون موجودين في وقت لاحق ونتكلم على الانجازات اللي هتتحقق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله باذن الله. وانا يعني برضه رساله لكل اسره كره السله، يا جماعه ان شاء الله مستقبل كره السله في مصر ان شاء الله عن قريب جدا هيبقى في الطفره اللي انتم مستنيينها، وانتم شفتوا الفرقه بتاعتنا
وشفتوا قطاعات الشباب والناشئين عندنا عاملين ازاي والمستقبل لمصر ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا دكتور. انا بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. كنا موجودين مع حضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه مع دكتور مجدي بوصريخه رئيس اتحاد كره السله، واتكلمنا معاه بشكل عام في الملف الخاص بكره السله رجال وسيدات. لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثالثه مع زميلي العزيز محمد سعيد، ولكن بعد الفصل.